السلام عليكم. قد تكون أنت مصدر الخبر وقد تكون أنت المعني به. أخبار الناس برنامج نهتم فيه بأخبارك في محافظتك ومدينتك وقريتك، في حيك وشارعك، في كل مكان في مصر. هذا البرنامج نتلقى فيه مكالماتك ومشاركاتك، وهو نافذة لك. لكن على عكس ما نقدمه في باقي نوافذنا، فهي أخبار مع وقف التنفيذ حتى يؤكدها مراسلونا. ننصت إليك ونرجو أن تتحرى الدقة قدر الإمكان في أخبارك. نتلقى اتصالاتكم على الأرقام الموضحة على الشاشة، كما يمكنكم مراسلتنا على إيميل البرنامج peoplenews@aljazeera.net، وعبر فيسبوك، وعلى حسابنا على تويتر هاشتاج أخبار أندرسكور الناس. أهلا بكم مشاهدينا، ونبدأ من الإسكندرية مع الأستاذة مديحة. أهلا بحضرتك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. دلوقتي أنا عايزة أكلم المشير الطنطاوي، عايزة أقول لحضرته أنت فين؟ أنت جبت لنا مصر 73، أنت والسيد سامي عنهان والناس الحلوة دي اللي حببتنا في الجيش، وخلاص على كده؟ لا، شوف لا، البلد. هو أنت هو بس مصر. المعلومات حضرتك إن السيسي ما اشتركش في حرب 73، لأن هو كان لسه أنا ما بتكلم اتخرجش تقريبا من على الطنطاوي، طنطاوي. السيد الطنطاوي اللي هو برضو يعني أنقذنا يوم 25، وإحنا حبينا الجيش من يوميها، وهي دي شعبية الجيش. شعبية الجيش بالنسبة لنا في النصر وفي 25 يناير. طيب انت عايزه تاني تقولي ايه، هي حاجة، الرساله اللي عايزه توصليها ليهم؟ الرسالة اللي أنا عايزة أوصلها دلوقتي، هم بيقولوا إن الدكتور محمد مرسي إرهابي، خلاص؟ طيب، أما هو إرهابي يبقى يرجع السيد الطنطاوي مكانه، هو والفريق عنان يرجعوا مكانهم، لأن أنا حزينة جدا من الأستاذ أحمد موسى لما غلط وقال أنا هعوره. أنا مش من يعني أستاذ أحمد موسى، إحنا كنا بنحبه، طب ليه تقول يعني هذا اللفظ على هذا الرجل اللي جاب لنا حرب أكتوبر؟ ولا عشان هو يعني اتشال يبقى خلاص؟ يعني طيب، عشان هو طيب اتشال ممكن احنا تقول نغلط لنا فيه؟ عن المشاكل اللي بتواجهها في المنطقة اللي حضرتك عايشة فيها؟ مشاكل يعني، هل مثلا هناك مشكلة في الصرف، هناك مشكلة ازدحام مروري، هناك مشكلة في انقطاع الكهرباء؟ لأن هذا البرنامج يهتم أكثر هو بالأمور الحياتية والإنسانية والاجتماعية الخاصة بالناس. اقول لك، انا طالبة من الضباط بتاعنا يتعاملوا معانا كويس، لان هو مصري وانا مصري. لما هنتقابل مثلا في المطار، هنكون رايحين مش يعني في اي بلد ولا حاجه، هنتقابلوا مع بعض، ما نخليش الناس تبص لنا بصه وحشه. تاني حاجه، انا والله والله رحت عمره في ايام مرسي ورحت عمره ايام الثوره، ما تعرفش يعني الناس اللي في السفاره السعوديه كانوا بيعاملونا بمنتهى الرقه، بمنتهى الجمال. طب ليه دلوقتي كده؟ ليه الانسان المصري هيبقى دلوقتي يعني ملوش قيمه يعني خالص؟ انت حضرتك شايفه ليه؟ ان ايام الثوره وايام مرسي كان التعامل لائق بالشعب كان المصري؟ جميل جدا، كان جميل جدا، والله والله والله. طب انا هقول لك حاجه، ايام محمد مرسي اما قال نظفوا مدينتكم وكده، يعني لا مؤاخذه ما تعتمدش عليا، انا كنت بشتري من خلول، فالراجل بيقول لي يعني ذوقيها قبل ما تاخديها، فانا خدتها والله، ما رضيت ارمي القشره في الشارع، وكنت في محطه الرمل انا وجوزي واولادي ومعانا كنز، فجرت بنتي هترمي، قلت لها لا، ورحت جايه والله خدت الكنز اللي معاهم كلهم حطيته في الكيس لحد ما روحت البيت، ورحت جايه رميه في السله هناك في الشارع. كنا بنحب البلد جدا، والله كنا بنحب البلد جدا. ليه هم بيعملوا كده؟ انا بقول للضباط احنا اخواتكم، واحنا حامينا عنكم برضه في ايام يناير. يعني سيبك من البلطجيه اللي دخلت عملت كده، وما تداريش في البلطجيه. طيب، شكرا لك الأستاذة مديحة، كنت معنا من الإسكندرية. انضم إلينا عبر الهاتف من المنيا الأستاذ محمد. أهلا بحضرتك. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ محمد، لو تحكي لنا أو تقول لنا لو في مشاكل بتواجهها في الأمور الحياتية والاجتماعية يعني بشكل أكثر. والله العظيم الأمن الدولة واللي بيعملوه ده في الدكتور مرسي، والله ظلم، والله العظيم استاذ محمد ظلم، أقسم بالله وحسبي الله ونعم الوكيل فيه. وقناة الجزيرة، وقناة الجزيرة أقسم بالله هي اللي بتجيب الحق وهي اللي بتجيب الحقيقة، أقسم طب ايه بالله. هم اللي بيعملوا ايه في الدكتور محمد مرسي امن الدوله؟ ظلم تلفقات، يعني والله العظيم اقسم بالله بيحصل
اللي بيحصل ده اقسم بالله تلفقات لي وظلم وحياة ربنا. طيب في مشاكل في المنطقة اللي حضرتك قاعد فيها أو بتسكن فيها، مشاكل في الأمور الحياتية زي الكهرباء والغاز والبوتاجاز، هل في مشاكل بتواجهك؟ يعني والله العظيم البوتجاز غالي، بقت الأنبوبة بقت ب 50 جنيه. الأنبوبة ب 50 جنيه عندكم في المنيا. والله ب 50 جنيه، ولا في بنزين ولا في غاز ولا في أي حاجة. يعني في طوابير على محطات البنزين بتبقى موجودة، طوابير أيوة يا كبيرة. فندم، ما فيش بنزين ولا في أي حاجة والله العظيم، ولا حاجة بقى زي الزفت، ولا في شغل ولا في بقت بطالة، والناس مش عارفة تشتغل، والحديد غالي والأسمنت غالي، فطالعين من الدكتور مرسي كل حاجة رخيص والله. وحتى الحكومة معاملة واسخة ومعاملة وحشة، وبنسافر بره هنا وهنا، الناس فوق الاحترام فوق الاحترام، الخليج دول الخليج، الأردن، السعودية، قطر، نفسي نبقى زي الناس دي، نفسي نتمنى من ربنا نكون زي الناس دي. شكرا بقت لك. دلوقتي الحكومة يا استاذ محمد دلوقتي بقت تبع رجال طب الأعمال انت مش تبع نفسك ناس تبقى زي الغلابة. الدول دي في ايه يعني؟ في ايه بالظبط؟ ها؟ حضرتك بتقول نفسك تبقى زي دول تتعامل نفس المعاملة في ايه؟ في انهي مواضيع نفسك يعني في ترتقي الحكومة لمستوى يعني، معين؟ الحكومة يعني دلوقتي أنا رأي المواطن غلبان، أروح الشرطة أتعامل بإهانة وظلم. يا واحد عارف واسطة، عارف ضابط، عارف كده، بيخش اتفضل يا بيه اتفضل يا بيه، واحنا المواطن الغلبان مش واخد حقه في البلد، طب اخد الدنيا الكلام ده ببلاش. بيحصل من امتى؟ من اول الثورة ما بدأت يعني، ولا بعد لا الانقلاب، ولا امتى بالظبط؟ بعد الانقلاب، بعد الانقلاب والله العظيم بالله، يعني الناس بتمر بظروف صعبة، ولا في شغل وبطالة، وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. انا اقسم بالله، انا اخواني اقسم بالله، انا ما اخواني، انا مصري زي كل المصريين يعني. الناس عايشه، الناس اللي ماتت في سانت كاترين ما يرضاش ربنا، اقسم بالله ظلم. والمظاهرات كل ما الناس تطلع تتظاهر يضربوهم، يعني حرام، دي حرام اللي بيحصل في مصر ده اقسم بالله. طيب استاذ محمد، حضرتك عارف ان في بعض الاوبئه منتشره شويه او بدات تنتشر بشكل يعني واسع في مصر، زي انفلونزا الطيور والخنازير. هل في المنيا انت سمعت ان في حد اتصاب بهذه الاصابات او بهذه الامراض؟ في يا فندم في، بس ما بيجوش، لا ما بيجيبوش عليه، ما بيزعوش، في حالات بتحصل ولا في صحة ولا في تعليم، وبقى الحال من أسوأ. طيب شكرا لك الأستاذ محمد، كنت معنا من المنيا. انضم إلينا الآن عبر الهاتف الأستاذ محمد من القليوبية. أهلا بحضرتك يا أستاذ محمد. ايوه محمود يا استاذ، محمود أهلا بك يا أستاذ محمود، ايوه استاذ. دلوقتي عندنا مشكلتين، العيش، اتفضل. بحران العيش والمخدرات. توفير رغيف الخبز والمخدرات. والمخدرات عيني عينك، عيني عينك، طيب والحكومة رايحة جاية وما بتاخدهمش. استاذ محمود لو سمحت اسمعنا من التلفزيون، عفوا من التليفون، ووطي التلفزيون، وطي التلفزيون يا فاطمة. ايوه سامعك اهو، اسمعنا من التليفون بس لو سمحت. ايوه سامعك، وطي خالص. طب انت كنت بتقول لنا ان في مشكلتين، مشكلة توفير رغيف الخبز والمخدرات. رغيف والمخدرات، رغيف الخاص مش عارفين نجيبه اللي هو المدعم، تمام. وتاني حاجة بيعاملوا الناس معاملة وحشة في الفرن، معاملة غير آدمية، ومعظم الناس ما بتخش على باب، ما بتجيبوش أصلا، لأن من المعاملة من اللي محمود، هل أنت معنا؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بمحمود من القليوبية. إذا مشاهدينا الكرام، حتى هذه اللحظة الاتصالات التي وردتنا تتحدث عن بعض المشاكل، منها وصول سعر أنبوبة البوتاجاز في المنيا كما قال لنا أحد المتصلين إلى أكثر من 50 جنيه مصري. أيضا لا يوجد بنزين في المحطات، هناك طوابير للسيارات تقف على المحطات ممتدة كما قيل لنا. هذه الأخبار طبعا على مسؤولية المتصلين، وحتى نؤكدها نحن من خلال المراسلين المراسلين
حتى هذه اللحظة تصبح أخبار غير مع وقف التنفيذ. كذلك من القليوبية ذكر لنا الأستاذ محمود بأنه لا يوجد توافر لرغيف الخبز وأن هناك انتشارا للمخدرات. معنا الآن الأستاذة سعاد من القاهرة. ايوه، السلام عليكم يا ابني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا الجيش يا ابني، العساكر واقفه بالالي ومصوباه ناحيه الناس، وهم رايحين وهم جايين، كاننا محتلين من عدو اجنبي. دلوقتي الواحد ولاده بينزلوا الشارع الصبح، بيبقى بيستعوض ربنا فيهم لغايه لما يرجعوا. ليه واقفين بالسلاح بالشكل ده في وش شعبهم؟ ليه؟ وبعدين وقفت بالسلاح كده، ما وقفتوش بالسلاح كده؟ طالما انكم عرفتوا ان في اغتصاب يتم من معرفتكم وما انتفضتوش يا جيش مصر، اعرفوا ان الله هيقسم ظهركم. القذافي لما رضي بالاغتصاب من جيشه وفي شعبه، دي كانت بدايه هزيمته. امام العبيدي لما طلعت واتكلمت عن اغتصابها وعن اغتصاب بنات زيها، الجيش من غير الشعب ما يتحرك، ربنا سلط عليه قوة أقوى منه، جيش ليبيا. لذلك أنا خايفة عليكم جدا. أنا اتربيت 60 سنة عايشة بحب جيشي ومع طريقة هو الحمى والضهر. الجيش النهاردة لما يجوا بناتنا، سواء بناتنا بالدم أو بناتنا في الإسلام أو بناتنا في المسيحية أو أي بنات في مصر، يغتصبوا بعلم جيش مصر، يبقى انتم منتظرين ايه؟ ربنا هيقسم ظهركم. طيب قول لنا حضرتك، هل لديك مشاكل في المنطقة التي تسكنين فيها؟ هل لديك مشاكل حياتية؟ يعني مثلا عدم توافر اي مشاكل؟ المخدرات يا ابني، المخدرات في مدينة نصر في كل مكان. بس اي مخدرات. مشاكل يا ابني، اي مشاكل تهون قصاد العرض يا ابني. أعراض بنات، إزاي بناتنا اللي بنسمعه، إزاي بناتنا بيحصل فيهم كده في الأسان؟ أنا خايفة على الجيش فعلا، لأن الأعراض مهلكة الجيوش، حرام طيب يا ابني، حرام. في ظل يعني الأخبار التي تتحدث عن انفجارات هنا وهناك، يعني ألا تعتبرين أن وجود الجيش وانتشاره يعني ضمانة لعدم تكرار هذه الانفجارات؟ أنت بتصدق؟ حد مصدق يا ابني؟ حد مصدق الانفجارات دي يا ابني؟ هي ده لعب عيال يا ابني، ده حرب ايطاليا يا ابني. حد بيصدق يا ابني؟ انت بتصدقوا؟ احنا مش مصدقين. وبعدين لما نموت في انفجار، ارحم 100 مره واكرم لنا 100 مره مليون مره ان انا انزل وانا العسكري المصري رافع الالي في وشي. احيانا ببقى عايز اقول له حرام حرام، ليه بتعملوا كده؟ ليه بتدمروا نفسكم؟ ليه تدمروا العلاقه اللي بيننا وبينكم؟ شكرا ده كان لك في علاقه. الأستاذة سعاد، كنت معنا من القاهرة. ينضم إلينا الأستاذ أحمد من سوهاج، أهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله ده نازلين، ده غلط بي، ده مرار بي، ده مش مسلم ولا يعرف الإسلام. هو مين؟ السيسي ده. طيب احنا عايزين نركز حاج أحمد على المشاكل الاجتماعية، المشاكل الحياتية، يعني البوتاجاز، الحياتية في ناس احنا الصرف تحت الصحي، الصفر، انا الكهرباء. متبهدل ومتغرب. احنا تحت الصفر. ايه المشاكل اللي بتشوفها يعني في كده؟ ناس ما لاقية تاكل ولا لاقية تشرب. احنا لو خلينا الراجل ده 6 سنوات وكانت البلد بخير، ولا نعمل زي الجزائر، ولا نعمل زي البلاد الخربانة، ولا زي العراق، ولا زي الدول دي. يا هل دي كلها مش دول اسلاميه؟ دي فتنه يهوديه. طيب ركز لنا شويه يا حاج احمد على المشاكل اللي بتواجهك من اول ما تصحى الصبح. يعني هل هناك انقطاع مياه، انقطاع كهرباء، مشكله في الكهرباء الازدحام؟ بتتقطع، الكهرباء بتتقطع، كم ساعه في اليوم العربيتك مثلا؟ ما بيعرفش تجيب شويه بنزين. طيب كم ساعه في الواكر. اليوم تقريبا؟ نعم، كم ساعة في اليوم تقريبا؟ ممكن اليوم كله يتقطع، ممكن تجي لك ربع ساعة وتتقطع، البنزين ما فيش،
الوكل ما فيش حتى الرغيف زي استغفر الله العظيم، عشان نجيب سكر الدقيق بنجيبها بالغلب لعيالي، والله ما لاقيين ناكله. يعني في بطالة عندكم في سوهاج؟ البطالة متوفرة والله، في ناس تحت الصفر ما لقت الراعي يدق اللحمة دي دوق، والله البطالة تحت الصفر، يشتغل يوم ويقعد 15 شهر ما يشتغلش. فالبطالة دي ممكن عرضه على السرقة، ممكن عرضه على الكتل، ممكن عرضه على الكذب. فحرام البلد اللي هيعملوا فيها دي اليهود الكفار اللي هيضربوا الناس دي وموتوها ويتهموها في الإخوان في المسلمين، ده حرام. ده أكبر حرام سيادة. طيب شكرا لك الأستاذ أحمد، كنت معنا من سوهاج. معنا الآن الأستاذ محمود من أسيوط. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. بصراحة احنا في أسيوط المشكلة الأساسية طبعا جميع مشاكل مصر معروفة للناس كلها، مشكلة البوتاجاز طبعا متوفرة، مفيش بوتاجاز برضه، سعر 50 جنيه كان في الصاج وفي أسيوط بعينه. وصلت لكام الأنبوبة؟ وصلت لكام الأنبوبة بتقول؟ كتبوبة مع 3 جنيه يا فندم. حضرتك بتقول الأنبوبة مش متوفرة، وصلت لكام عندكم الأنبوبة سعرها؟ 50 جنيه برضه. 50 جنيه. 50 جنيه مع الكل. سواق التاكسي كتبوده 3 جنيه ممكن ياخد 10 جنيه التاكسي. وتحس انك راكب مع فلتج برضه عادي مفيش أي مشاكل. طيب وإيه تاني؟ عياش فلتج مفيش عياش طبعًا. جميع المشكلات كانت موجودة على مر 30 سنة اللي فاتت، هم موجودين نفس المشاكل بعينها. والشعب المصري شعب مسالم وشعب راضي وبسم الله ما شاء الله، تحس ان مش حد عايز يتكلم ولا حد عايز يطلع ولا حد عايز يتحرك من بيته، وكل واحد طبعا خايف على عيالته بصراحه، ومش محدش صوت نازل فتلك محدش بينزل، اللي بينزل بيبقى نازل زي الحراميه، كانت مظاهره برضه خايفين من الشرطه تموتهم، بس كلها من جوه الناس معطايه بس مش قادره تطلع. طيب يعني حضرتك ذكرت ارتفاع تكلفة التاكسي وانقطاع الكهرباء، هل هناك مشاكل أخرى؟ يعني البطالة عندكم في بطالة ولا ما فيش مثلا؟ طبعا البطالة، حضرتك لو نزلت في ميدان الميدوب هنا في أسيوط الصبح هتلاقي طبعا عدد كبيرة جدا من غير الشغل، اللي قاعد ماسك الشاكوش واللي ماسك العدة بتاعها على الشغل ما فيش. الشباب تنزل على القهوة بسم الله ما شاء الله تلاقيهم مركبين على القهوة مكومين ما فيش مشاكل. غير الناس طبعا اللي قاعده في البيوت مش عايز تطلع مكسوفه، غير اللي بيصرف على ابوه اللي بيصرف على امه مش عايز يطلع. طبعا كل دي مشاكل على مستوى الجمهوريه، جميع المحافظات فيها بقاله وبقاله كبيره. اللي معاه كليه شريعه قانون النهارده شغال بيمسح احذيه، واحد بيمسح احذيه ومعلق صنف الاداب على الصندوق بتاع الاحذيه. ما فيش شغل طبعا، صنف اداب باسم تاريخ حط الصنف حط على الصندوق بتاع الاحزاب، انا عايز اربي نفسي، انا استاهل ان انا اخدت المؤهل ده. شكرا لك الاستاذ محمود، كنت معنا من اسيوط. انضم الينا من الاسكندريه استاذ عادل، اهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حضرتك ممكن تتكلم يعني على الوقت؟ اتكلم اللي حضرتك عايز تقوله فيما يتعلق بالامور الحياتيه والمشاكل اللي بتواجهها من اول ما تصحى لحد لما تنام، لو عندك مشاكل يعني. والله طبعا المشاكل اللي احنا بنتكلمش، انا بتكلم انا صاحب مصنع حلاوه طحينيه في اسكندريه. تمام. صاحب مصنع طحينه وحلاوه طحينيه في اسكندريه. المشكله اللي احنا بنعاني منها، انا بتكلم كحاجه خاصه بينا يعني، احنا مصانع حلاوه على 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 مستوى الجمهوريه، احنا بنعاني دلوقتي من عدم وجود سمسم، لان الحلاوه الطحينيه من طحينه السمسم. عدم وجود سمسم؟ فاللي حصل ان كيلو الطحينه زاد 11 جنيه، هم كانوا بيقولوا الاول ان مرسي ومش مرسي والكلام ده. النهارده الطحينه كيلو الطحينه اعتبر كان ب 17، بنطلعه ب 17 جنيه، النهارده بنطلعه ب 28 جنيه ومش لاقيين السمسم. فده رفع الطحينه، اترفعت الارتفاع الكبير ده، وكيلو الحلاوه زاد، كيلو زاد 6 جنيه، كان ب 12 بيطلعوا جمله بقى ب 18 جنيه. طب ده بسبب ايه؟
أستاذ عادل، يبدو أننا فقدنا الاتصال به. كان معنا من الإسكندرية وكان يتحدث عن مشكلة خاصة بمصانع الحلاوة الطحينية، وأنه تم زيادة سعر المواد وبالتالي زادت أو سعر زاد سعر الكيلو طحينة من 12 إلى 18 جنيه. معنا الأستاذ أحمد. الو، أهلا بك يا أستاذ أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حضرتك دلوقتي انا بتكلم عن البلطجيه، البلطجيه اللي هم قطاع الطرق. انا مرتين واتاخد مني عربيه على الصحراوي. مرتين؟ ايوه مرتين، مرتين وبيسيبوا حضرتك منين فلوس يا استاذ احمد؟ البضاعه اللي عليها. انا من المنصوريه. في طريق انهي طريق صحراوي؟ كنت رايح طريق فين يعني؟ مصر اسكندريه الصحراوي عند برج العرب. عربية خاصة ولا عربية تبع شغل ولا ايوه ايه؟ عربية، عربية بتاعت شغل، عربية بتاعت شغل. نقل يعني ولا؟ ايوه نقل، انا نقل. انا تاجر فراخ، واتاخدت مني عربيتي بالحمولة بتاعتها، وما فيش والله. لما رحت اجيبها منهم ما لقيت عسكري على الطريق، عسكري واحد على الطريق الساعة 1 بالليل، الساعة 2 بالليل، ما لقيت عسكري على الطريق. ده يرضي مين وفي شرع مين ده؟ طب انت حصل معاك ايه؟ وتاني مرة العربيتين اتخطفوا، اتاخدوا منك امتى؟ يعني وقت ايه ووقت ايه؟ يعني وقتها كان الساعتين بالليل. لا يعني من شهر، من سنة، ايوه لا لا لا، من اسبوعين اثنين بس، من اسبوعين اثنين الاتنين من بس. اسبوعين؟ ايوه من اسبوعين، دي واحده من حوالي 3 ايام، والتانيه من اسبوعين. الكبيره من اسبوعين، والصغيره من 3 ايام. في انهي شهر وفي انهي، وانا اتخرب بيتي ووقف حالي ومش عارف اشتغل، والناس اللي سلفوني فلوس عشان اشتغل تاني، واستلفت فلوس عشان خاطر اشتغل تاني، اشتغلت واتاخدت العربيه الصغيره التانيه. طب ورحت طبعا عملت بلاغ ولا ما رحتش؟ ما رحتش عملت بلاغ. طب لا، هل في وفي حد الكبيره ما كلمك على عملتش اساس بلاغ. يعني يبقى في تفاوض زي ما بنسمع في بعض المساومات او؟ ايوه فعلا. طب تفاوضت معاهم؟ طيب حضرتك تطلب كام؟ قال لي اطلب 70,000 جنيه. طب هات العربيه 70,000 ولا جنيه الاثنين ولا هما الاثنين مختلفتين؟ في العربيه، في العربيه الكبيره حضرتك الاولانيه، طلبوا مني 70,000 جنيه. والثانية؟ لحد فين وفين؟ لما خدوا 35 قالوا خلاص مفيش مشاكل لحد 35. قعدت اتصل معاهم في التليفون لحد 35، ورجعتها. والخمسه الحمد لله رب العالمين، رجعتها من غير بضاعه خالص، يعني رجعت من غير بضاعه خالص. والثانية كانوا عايزين قد ايه ورجعت بكام؟ والتانية مرة ولا شفت تليفون ولا شفت اي حاجه خالص. رحت عملت بلاغ في القسم لان ما كانش فيها تليفون ولا عارف اوصل لهم، وعمال اتعامل مع بلطجيه عشان خاطر يجيبوا لي شغلي، يجيبوا لي العربيات ديت، العربيات التانيه الصغيره. عمال اتعامل مع بلطجيه، وبلطجيه توديني ربنا لبلطجيه يعوضك ان تانيه، شاء الله يا استاذ وبلطجيه احمد. تانيه توديني لبلطجيه تالته. ربنا يعوضك ان شاء الله يا استاذ احمد. كنت معنا من المنصوريه. معنا الاستاذه ناديه من القاهره، اهلا بحضرتك. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا لو سمحت انا ليا تعليقين اثنين. اتفضل. اول حاجه الناس لازم تعرف ان هذا الانقلاب جاي لهدف واحد، لا لمصلحه السيتي ولا مصلحه حاجه، لتخريب هذه البلد بحيث انها تنزل 60 سنه مش 30 40 سنه لتحت، على ما تشم نفسها يكون اللي حصل حصل. فكل اللي بيتعمل دوت لخراب الكل. الناس المسكينه اللي مش فاهمه كده هوت لازم تفهم كده. تاني حاجه ليا طلب من الناس اللي هي بتدفع تبرعات في الجمعيات بدون ذكر اسامي الجمعيات، لان دلوقتي احنا مش عارفين اي جمعيه بتمول مين ولا بتروح فلوسها لمين، الله اعلم. فانا بطلب من كل واحد يتبنى الفلوس بتاعته دي يحطها في مكان يكون اسره عارفه ومتاكد انها اسره محتاجه، بني ادم محتاج، بناس معوقه، حاجه زي كده، يتحرب نفسه المكان اللي يحط فيه الفلوس، لان انا دلوقتي مش طيب. متاكده من اي جمعيه. طيب ده بالنسبه للنقطتين اللي حضرتك كنت عايزه تتكلمي فيهم، بالنسبه للمشاكل اللي بتواجهيها. المشاكل طبعا قطع النور دوت حقيقي، يعني واحد يكون طالع على السلم، عيل طالع على السلم يتقطع عليه النور، ولا في اسانسير ولا حاجه زي كده. طبعا دي مشكله النور اجباري علينا. هل الناس الاكابر بيتقطع عليهم النور زي ما بيتقطع علينا؟ والحاجات ديت مشكله النور دي كارثه. وانا شايله هم، انا واحده عندي ضغط، شايله هم الصيف لما يتقطع علينا حتى ما نلاقيش حته مروحه حتى نشغلها، مش هقول تكييف. مشكلة الكهرباء، مشكلة الكهرباء اهو. مرسي مشي بقاله الراجل قد ايه؟ فين الكهرباء؟ بقت قال عن الاول بقاله 8 اشهر تقريبا الفظيع. يعني. نعم يا فندم؟ بقاله 8 اشهر تقريبا مشي. 8 اشهر ما حصلحوش الكهرباء. ايه؟ هي غزه راحت ورا الشمس، فين الكهرباء؟ الناس فاهمه ان غزه كانت بتاخد الاكل بتاعنا، اقول لهم ده انتوا يا جماعه لو كل واحد تبرع بازازه زيت ولا كيس سكر من اسرته على مدى الشهر هتغرقوا غزه اكل.
مسيطرين على الناس انهم ياكلوا، دول كلهم مليون وشويه واحنا 95 مليون. مش الناس قله الثقافه، الجهل اللي حطينا فيه مبارك 30 سنه خلى الناس مش فاهمه حاجه خالص، مش فاهمه حاجه، ودينا في التعليم بقينا اخر الدول، وكمان قافلين المدارس. انا اعرف هينجحوا العيال ازاي؟ انا مش فاهمه هينجحوا العيال لغايه 8 مارس، 8 مارس ده بنكون بنستعد لامتحانات اخر السنه. شكرا لك الاستاذه ناديه، كنت معنا من القاهره. معنا الاستاذ احمد من الاسكندريه. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله. معاك احمد من اسكندريه يا فندم. انا عندي مشكله يا فندم، انا ليا محل في شارع بدوي. الشارع ده كان فيه مشكله، صرف صحي بيضرب على طول فيه. تمام. وبعدين اشتكينا كذا مره. اتفضل يا فندم. اتفضل يا استاذ احمد سامع. فكان دايما المجاري بتضرب، كنا بنشتكوا دايما، فقالوا يا دي عاوزه في مشكله كبيره عاوزه تتعامل فيها، وعاوزه معايشه. فاتعملت المعايشه بعد شهور طويله، وبعد ما عملوها وخلصوها سابوا لنا الشارع عباره عن حاجات يعني فحر في الشارع بتعطل سير السيارات، واخد بال حضرتك؟ ودلوقتي اشتكينا تاني، فجم يا دوبك رموا زلط فيها وسايبينها من غير اسفلت برضو، والبليعه اللي هم ركبوها اتخلعت واتسرقت. حضرتك المحل بتاعك في نفس الشارع ده؟ في نفس الشارع حضرتك. هو بيفتحش دلوقتي؟ بالتالي ما بتفتحش. جبل تراب امام المحل. ايوه يا فندم. ما بتفتحش بقى خلاص دلوقتي؟ لا بفتح المحل، بس طبعا ببقى حاجه طبعا مش مائزه يعني حضرتك، حاجه يعني حتى لو انت هتفتحه حد هيقدر يجي لك يوصل لك عشان يشتري بضاعه او كده؟ هو في حد بيجي طبعا، بس طبعا المنظر انت عارف حضرتك، محل الملابس يعتمد على المظهر والمنظر، لما يعني يبقى شارع بالمنظر ده يعني بتبقى الرجل فيه قليله، حتى العربيات فيه قليله يعني. طيب شكرا لك الاستاذ احمد، كنت معنا من الاسكندريه. معنا الأستاذة منى من الإسماعيلية، أهلا بحضرتك. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أيوة مع حضرتك، لو سمحت معلش، أنا اللي شكوت أنا غير اللي الشكوى دي، أنا ليا ابني محبوس هنا في إسماعيلية معتقل بقاله شهرين، وطبعا هنا هو في قسم تاني. ودلوقتي ابني ما امتحنش نص الترم الأولاني. هو في سنة كام؟ في ابني في ثانية ثانوي. وايه التهم اللي توجهت اليه؟ نعم؟ ايه التهم الموجهه ليه؟ مش هو منفقين له تهم حضرتك، منفقين له تهم. التهم دي طبعا انا مش قادره اقول طبعا، عشان ابني اتعذب كذا يوم في اول ما خدوه، عذبوه عذاب فظيع. فانا مش قادره اتكلم طبعا عشان ابني ما يتعرفش ويعذبوه تاني. فدلوقتي حضرتك انا بناشد المسؤولين ان هم يخرجوا الطلبه دول رأفة بمستقبلهم، مستقبلهم هيضيع، خدوهم ظلم، ابني وعيال كتير معاهم. فيا ريت نناشد المسؤولين ان هم يطلعوا الطلبه دول، الابرياء ما عملوش حاجه غير ان هم كانوا بيسمعوا في مظاهرات سلميين. طيب بعيدا عن حضرتك، نناشد اي حد من المسؤول يطلع الطلبه دي، عمالين يجددوا لهم وبقالهم شهرين ما مسكتوا ابني وغيره. ان شاء الله ربنا يطلعه بالسلامه ويرجع لك بالسلامه ان شاء الله يا استاذه منى، كنت معنا من الاسماعيليه، شكرا جزيلا لك. انضم الينا كذلك من سوهاج الاستاذ طارق. السلام عليكم استاذ توفيق. وعليكم السلام ورحمه الله يا فندم. لو سمحت اسمعنا من الهاتف ووطي التلفزيون. ماشي يا فندم، اوطي التلفزيون. انا من سوهاج، من تحت، من قريه نجوء الصرامه. اهلا بيك يا فندم. يا اهلا بيك يا فندم. والله يا باشا هناك في مشكله في البلد عندنا. بنك التنميه والائتمان الزراعي كان قبل كده طلع قرار ان هم هيسيبوا السلف الزراعيه واللي اقل من 10,000 جنيه، وفي ناس محبوسه لحد دلوقتي. انت قصدك على القرار اللي كان اصدره مرسي لحوالي يعني عدد كبير من المزارعين اللي هو اقل من 10,000 تسقط عنه هذه المديونيه. تسقط عليهم هذه المديونيه. وكان في قرار ثاني اللي هو ايقاف الاحكام لحد نهايه 2013 او لحد نهايه 2013 اللي فات، كل الاحكام اللي كانت على الناس المزارعين تسقط. حاليا حبسوا الناس في الاحكام دي وجابوا قرار غيروا فيه التواريخ، بيقول لك القرار ياخد من 3/10 من 10/12/2013 لحد 2014 الفتره اللي جايه اللي هي تقف الاحكام اللي عليها. طب والاحكام اللي فاتت قبل كده؟ يعني
وفي والمشكله الاكبر ان النيابات عندنا هناك بتطلع بكفالات الواحد ب 30,000 وب 40,000 وب 20,000، هو مش عارف ايه اللي بيحصل في البلد كده يعني. يعني في حاجه غريبه في الناس، في ضغط على البني ادمين، على الناس، هيموتوا الناس، الناس مش عارفه تعمل ايه. يعني حضرتك مزارع يا استاذ طارق؟ ايوه انا من. طب ايه المشاكل اللي بتواجهها بقى في الزراعه؟ يعني المشاكل يا باشا، ما فيش عندنا السماد غالي، وصفيحه البنزين مش موجوده، سيبك من انها غاليه برضه مش موجوده، وتكلفه اليوميه بتاعت المزارع ما بتلاقيش. يعني انا بزرع فدان القصب ببيعه في السنه ب 14,000، لو اجرته افضل لي واكسب لي، لانه عايز ميه وغاز وعايز زيت. الخضار عندنا ما بينفعش، لان بيديك مبيد بتروح تصرف قد الفدان على الاشراف الزراعي وعلى المبيدات اللي بيدوها لك، وفي نفس الوقت انا عندي فدان ونص فوري جنبي على الطريق السريع بتاع اسيوط سوهاج على المدخل. لسه عندنا خبرة لو موجود لحد دلوقتي، لو ممكن اصوره لك وابعته لك. وصارت بتاع 3000 جنيه مهندسين واشراف زراعي. يعني الحياه في الصعيد عندنا ما فيش رحمه، ما فيش نظره من الحكومه. يعني النفس الوحيد اللي كان هيديه للبني ادم المصري الدكتور محمد مرسي. دلوقتي خلاص الناس، وفي كبت كبار العائلات والناس دي يعني مستلذه وهي مش فارق معاها. انما احنا بنستغيث للادميين يبصوا للادميين لاخواتهم يعني. شكرا لك الاستاذ طارق، كنت معنا من سوهاج. معنا من الاسكندريه الاستاذ عادل. السلام عليكم استاذ محمد. استاذ مع حضرتك توفيق، اهلا بيك يا استاذ عادل. الله يبارك لك اخويا. معاك عادل عبد الحليم صاحب مطلع حلاوه طحينيه وطحينه من اسكندريه. ده حضرتك كنت معانا من شويه؟ حضرتك المتصل اللي حضرتك كنت معانا من شويه ولا واحد تاني؟ ايوه اتصلت واتقطع الخط. اهلا بيك، حضرتك كنت بتقول ان اهلا بيك يا فندم. اتفضل يا فندم. هو حضرتك بالنسبه يعني انا بقول لحضرتك سعر كيلو الطحينه، اصل هم كانوا بيقولوا مرسي، واخد بالك، في خلال الثلاث اربع شهور اللي فاتوا دول كيلو الطحينه طلع من 17 ل 28 جنيه. كيلو الطحينه يعتبر زاد 11 جنيه. وكيلو الحلاوه زاد 10 جنيه. الحلاوه اللي موجوده في السوق حاليا حضرتك لعدم وجود السمسم. تمام. عدم وجود السمسم ده خلى انواع من الحلاوه تطلع غير مطابقه للمواصفات الصحيه وغير غذائيه وغير ادميه. يعني الحاجات دي بتضر الناس. يعني كيلو الطحينه زاد 11 جنيه في الثلاث اشهر او الاربع اشهر اللي فاتوا، وكيلو الحلاوه زاد 10 جنيه، وفي انواع من الحلاوه ظهرت لان مفيش سمسم اصلا زي ما انت بتقول. مفيش سمسم اصلا، فالناس النهارده بتعمل ايه؟ ناس كتيره جدا ومصانع كتيره جدا بتشتغل شغل غير مطابق للمواصفات الصحيه. ان حضرتك احنا عندنا مواصفه قياسيه واخدينها من وزاره الصناعه لتصنيع الحلاوه الطحينيه، هي عباره عن طحينه وسمسم وسكر وعرق حلاوه وفانيليا وملح لبون. النهارده الحلاوه بتصنع من السمنه الصناعي والطحينه نص ونص. السمنه الصناعي دي سمنه نباتيه زيوت مهدرجه بتستخدم حاجات مش كويسه وصحيه. طيب في جهات رقابيه المفروض بتشرف على المصانع. والله انت فاهم الجهات الرقابيه، بتاخد بالتزام. انت حضرتك وانت فاهم اقول لحضرتك ايه؟ يعني بيجي ياخد عينه، بياخد عينات طبعا مطابقة للمواصفات، انما العينات اللي موجوده في السوق كلها متنيله في 60 نيله. شكرا لك الأستاذ عادل، كنت معنا من الإسكندرية. معنا متصل أخير من القاهرة الأستاذ أحمد. أهلا، السلام عليكم. أهلا بك أستاذ أحمد. عليكم السلام. اللهم صل على النبي. جماعة في مشكلة لازم ناخد بالنا منها. أولا المشكلة مشكلة الكهرباء لهب بيد الدكتور محمد مرسي، خلينا نقول كلمة حق، ولا بيد الوزارة اللي جاية ولا الوزارة القديمة. أولا الفترة الأربع سنين اللي فاتت دول اتبنى ربع مصر، اتبنت من جديد وكله سحب كهرباء مجانا وببلاش وسرقه من الحكومه. فمحدش يلوم اي حكومه عشان تقول كلمه حق صدر ربنا، ماشي؟ محدش يلوم اي حكومه، لا قديمه لا حكومه الدكتور محمد مرسي ولا لا هتيجي ولا القديمه. العيب في الشعب نفسه. انا بحترم الاستاذه ناديه بتتكلم كلام تمام، بس حضرتك يا استاذ احمد معلش بس هقول لك على حاجه بس واحده وكمل. المفترض ان في جهات رقابيه وفي جهات بتحصل الفواتير. انا هقول لك على حاجه، بص يعني قصدي ان تلقي بالمسؤوليه على الشعب او على المواطنين.
انا يعني فاهمك الحكومه والله. هي التي تراقب وهي التي يعني انا تنشئ فاهمك المحطات. والله العظيم. طب الوزير هيروح يراقب بتاع محصل النور؟ انا عندي عدادات ما حدش بياخدها، هيروح يراقب محصل النور؟ طب اسمعني يا فندم، والله طب العيب في ايه الشعب. الحل في 30 ثانيه لا لان انا ما عندناش وقت. والله العيب في ضمير الشعب اللي مات، كله موظف صغير وموظف كبير، الشعب كله معلش اذا كانت الكلمه جارحه، الشعب كله ما بيراعيش ربنا في شغل ابدا، لا صغير ولا كبير، لا وزير ولا حكومه ولا اي حد، ولا كم اي حكومه، العيب فينا احنا. خلينا نقولها على بلاطه، العيب فينا احنا. دي نقطة. النقطة الثانية إذا سمحت لي، ما حدش يطلع يتكلم على القناة باسم الشعب المصري خالص، لأن أحمد شفيق لما لم فلوله طلع جاب 15%، والدكتور محمد مرسي لما لم كل الناس بتاعته جاب 15%، في 68% من الشعب صامت. دول شكرا لكم، معذرة لانتهاء وقت هذه النافذة. نشكرك على العموم أستاذ أحمد، كنت معنا من القاهرة. في نهاية هذه النافذة مشاهدينا الكرام التي خصصناها لأخباركم نشكركم، وعلى موعد في لقاء غدا في الساعة نفسها، نذكركم بأن أخباركم تحظى بكامل اهتمامنا. شكرا لكم، السلام عليكم.